اخوتي هدي واحد الجولة في عين السلطان، هانتوما تشوفوا الذكريات. علي 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 الخوت اصحاب عين السلطان يبانوا هنا في الفيديو. صافي حلو. خوتي شوفوا مسكين بغل مات، والله العظيم الا شفني بزاف، والله العظيم الا واحد الامر محزن بزاف بزاف. هنايا لهاد البلاصه هادي الصبر ديالنا كاع توسخت وعمره ما شوف ما تلقيتش من نخرج كاع. غادي نشوفوا كيفاش غادي نخرجوا بهاد الواد. شوفوا شنو لقيت في عين السلطان، شوف خيرات تبارك الله. شوف ها البطاطا، شوف البطاطا، شوف بصلة زرودية، والمفاجأة هي الراس ديال البوطة. شوف الراس ديال البوطة، دروك شنو خصنا؟ غير البوطة والماء كاين موجود، خصنا الملح والكمون والتحميرة وشوية ديال الزيت، ونطلع واحد القميلة واعرة. شوف ها انتما شوفوا الخوت، انت صح ولا لا؟ شنو اخر؟ خبيزة كاينة، هنا موجودة الخبيزة. خوتي رحنا دابا في عين السلطان دايرين واحد الجولة خفيفة ونتفكروا الذكريات الطفولة. هنايا فين قضينا الطفولة ديالنا؟ كنا نسقيو الماء هنايا بهاد البلاصة هادي، ايامات 94 92 حتى 96 حتى 2000 كاع. راه مدة خوتي والله إلا مدة من وصلت لهاد البلاصة هادي، بصراحة جاني البكاء والله العظيم. هاد الذكريات تبارك الله، الدراري أصدقاء، شي مات شي هجر البلاد، كل واحد فين وصل، وحنا رانا عاد حاصلين هنا في البلاد. مرة مرة تفكروا الأصدقاء والدراري. أخوتي نخليكم مع الفيديو راه باقي طويل شوية. خوتي هدي واحد الجولة في عين السلطان، هانتوما تشوفوا الذكريات. علي 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 الخوت اصحاب عين السلطان يبانوا هنا في الفيديو. صافي كومونتير وبارطاج، راكم تما الخوت. هانتوما تشوف هذه هي عين السلطان، هذه هي عين السلطان الخوت اصحاب عين السلطان يبانوا. السلطان يعني السلطان، راني هنا كندور هنايا في الواد ديال عين السلطان، وشفت واحد الفاجعة بصراحة اللي ضرني خاطري، والله العظيم ضرني خاطري من شفتها بكيت، وأي واحد غادي يشوفها غادي يبكي بصراحة. يعني ما وهذا المشهد هذا اللي نادر، وبصراحة ما يعجز اللسان عن سنقطع هاد الواد باش نوري لكم. خوتي هذه الفاجعة اللي قلت لكم، نطت كاع في الواد وفي الماء. شو هذا هاد البغل هذا، ما عرف شكون اللي ما عرفش كي صرات له، واش كلا شي حاجة ولا ما نعرف، ومات هنايا. هذا هو البغل اللي مات، ما عرفش كي صرات له. المهم شفت هذا المنظر هذا بصراحه محزن، هذا المنظر هذا، وبغيت نشارك معكم هذا المنظر هذا بصراحه اللي محزن محزن بصراحه والله العظيم. باقي بالصفيحات ديالو، ها انت تشوفوا صافي
صراحة تألمت بزاف من شتو والله العظيم. بغيت نشارك معكم هذا الفيديو هذا، ونتمنى من الله ينال الإعجاب ديالكم. هذا في الواد ديال عين السلطان، هنايا لهاد البلاصة هادي. الصبر دينا قاع توسخت وعمرة ما شوف، متلقيتش من نخرج قاع. نشوفو كيفاش غادي نخرجو بهاد الواد. شوفو مشكلة. اوه السبردينة توسخت يا صاحبي، ناري والله الا مشكل. صافي شوف شوف، صافي من توسخت توسخت، نقزو فيها بالماء. اوه شوفوا شوفوا